فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرضاع من سنن الترمذي. روى المصنف بسند جيد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة رضي الله عن الجميع. هنا نقول في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، هذا حديث يحتج به الأئمة الأربعة على أن الرضاع الكبير لا يحرم. هذا الحديث يحتج به الأئمة الأربعة على أن الرضاع الكبير لا يحرم. وجزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم جميعا. فقالوا: لأن النبي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، والمعنى ذلك أن النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر، يعني لا تحريم رضاع كتحريم النسب إلا إذا كان الرضاع يغني عن الطعام، وهو الرضاع في الحولين، لأن النفي والإثبات حصر وقصر عند أهل البلاغة. فلذلك قال العلماء بأن الرضاع الكبير لا يحرم، وقصة سالم مولى أبي حذيفة هي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا عليه جميع أمهات المؤمنين والأئمة الأربعة وجميع فقهاء الأمصار، إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي قالت بأن رضاع الكبير يحرم، مع أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنبت اللحم وأنشز العظم يحرم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاعة إلا من مجاعة، لا رضاعة إلا من مجاعة، يعني لا رضاعة تحرم إلا من مجاعة. ومعلوم أن الكبير لا يمكن الرضعة والرضعتان تشبعه، وهذا يقوي جدا جانب جمهور العلماء في هذا الباب. لكن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم في قصة سالم لما جاءت امرأة أبي حذيفة وقالت: كان يدخل علينا فضلة وما نستطيع يعني أن نفعل شيئا، قالت: رأيت الأمر في وجه أبي حذيفة، فقال: أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. وعائشة تعلم أن التأصيل العام أنه لا يمكن أن تنزل الأحكام على الأعيان، لا يمكن أن تنزل الأحكام على الأعيان، بل الأحكام تنزل على العموم، ما تنزل على الخصوص. لا يمكن لحكم أن ينزل على العين، بل ينزل على العموم. فلما كانت الأصل في الأحكام على التعميم، قالوا: إذن لا وجه لتخصيص سالم مولى أبي حذيفة. ولكن الأئمة الأربعة قالوا: وجه التخصيص ما جاء بالحصر والقصر على أن التحريم في العامين. أخذ بقول عائشة بن حزم وعضده ونصره. حقيقة الأمر كلام عائشة كلام فيه ضعف رضي الله عنها وأرضاه، والأخذ بعموم الحكم أيضا مأخذه ضعيف، لأن الأدلة جاءت كثيرة جدا في مسألة الحولين ومسألة لا رضاع إلا من مجاعة. فلذلك نحن نقول
المسألة على الجمع، التأصيل العام، الأحكام لا تنزل على العموم، تنزل على الخصوص، لا تنزل على الأعيان، تنزل على العموم، إلا ما دل الدليل على أن المراد الحال للعام، إلا ما دل الدليل على أن المراد الحال للعام. وحقيقة الأمر أن الأدلة والقرائن جاءت على إثبات الحال لا إثبات العام، لأن سالم كان كبيرا، ولأن سالما يعني لا يشبع بخمس رضعات ولا بنهر اللبن الذي ينزل حتى، وأن سالما ليس في العامين، وليست المجاعة ولا اللبن ينبت اللحم ولا ينشز العظم. يبقى إذن كل الأوصاف التي جاءت في 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 إتباع الحكم بالوصف غير متوفرة فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، فإما أن يقال بالتخصيص وهذا يأباه التأصيل العام للتشريع، وإما أن يكون على الحال وهذا أنسب ما يكون. والمعنى أنه من كان في حال سالم مولى أبي حذيفة يأخذ حكم سالم مولى أبي حذيفة، وليس الأمر على التعميم. وأنا ضربت مثلا قبل ذلك رجل يعني مات، ومات زوجه، ومات من عنده، وترك ولدا على السنوات التسعة والعشر، شارف على البلوغ، وعمه ليس هناك ثمة أحد يضمه إليه إلا العم، والعم ما عنده إلا بنات وزوجة، يعني عنده أربعة من النساء سيشرف عليهن ابن الأخي الذي هو يكون في هذا الباب أجنبيا عنهم. فنقول هنا الآن أرضعي يحرم عليك. الولد بلغ 11 سنة، ده ممكن يكون مبلغ الرجال، أرضعيه يحرم عليك. فيقال لها بالضبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة، أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه. ولذلك القاعدة العامة هنا التي يؤخذ بها وقائع الأحوال لا تعمم ويقاس عليها مثلها، وقائع الأحوال لا تعمم ويقاس عليها مثلها. ويكون هذا هو الراجح الصحيح من القولين، القول بأنه لا رضاع يحرم إلا في الحولين، أو القول بالتعميم، لأن عائشة كانت إذا رضت لأحد أن يسمع لها جعلت أحد محارمها ترضعه أو تبعث له بالرضاع يعني، فإذا 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 رضع صار محرما، وهذا تعميم غير مرضي. ولكن نقول وقائع الأحوال لا تعمم. أما قول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وهذا كما قلت لأئمة الأربعة وأمهات المؤمنين جميعا وأكثر الفقهاء على ذلك، وقد بينت الأقوال الثلاثة. وحقيقة الأمر كما قلت بأن أولى الأقوال في مسألة سالم أنها وقعت حال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها. باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. ففي حديث هنا فيه حجاج بن مالك الأسلمي مجهول حاله، حديث أخرجه النسائي. حقيقة الأمر أنا أقول بوقعة الحال، أدين الله بأن الأحكام لا يمكن أن تنزل على أعيان بحال من الأحوال، ما في حكم ينزل على عين فقط، لا لا، الأصل في الأحكام التعميم أو وقائع الأحوال. فمسألة سالم هي وقعة حال لا يقاس عليها إلا مثلها، لا تعمم بحال من الأحوال، لكن يعني يلحق بها من كان في ركبها. الحجاج بن الحجاج هذا ضعيف، هو سبب علة الإسناد هذا، عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع، فقال غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، رواه سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبي عن الحجاج بن الحجاج، الحجاج بن الحجاج هو الضعيف، عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورؤيا أو روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن الحجاج بن الحجاج. مدار الحديث على الحجاج وحجاج ضعيف.
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة محفوظ وصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله بن عمر. ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع أن يعني يقول إنما يعني به ذمام الرضاع وحقها، يقول إذا أعطيت المرضع عبدا أو أما فقد قضيت ذمامها. المعنى أن لها فضل علي يطوقني، كيف أرد الفضل؟ شوف النبلاء النبيل دائما يبحث عن فضل الفاضل عليه من أجل أن يرد هذا الفضل ويسعى إلى ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه أو حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي رداءه، فالمرأة قعدت على رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إكرام. أيما إكرام؟ كإعطاء الوسادة للجلوس عليها، إكرام لها. فقعدت، فلما تعجب الناس بين لهم أن لها حقا هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. نعم. وكأنه لما سأل ما يذهب عني مذمة الرضاع، يعني كيف أكافئ هذا الفضل بالفضل، فقال غرة عبد أو أمة، يعني تعتق أو تعطيها. والمعنى أن تعطيها غرة أو عبد مكافأة لها في هذا الباب. طبعا لا يكافئ، لا، إنشاز العظم واللحم منها خلاص، أصبح لحمك بها، أصبح دمك بها. والمرضعة نفسها خادمة جزية بجنس فعلها، وأنها تؤتى بمن يخدمها ومن يساعدها لما خدمت وأحسنت وأعطت وأرضعت. وقلنا الحديث مداره على الحجاج بن حجاج الأسلمي، وهو ضعيف. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي الحجاج، قال الترمذي هذا غير محفوظ، لأن الصحيح حجاج بن حجاج كما روى يحيى القطان وحاج بن إسماعيل وغيرهما. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة المرضعة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم جدا، وكانت البركة تأتي على حليمة وعلى أسرتها جميعا من رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف امرأة أرضعت النبي أو لها رضاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها ثوبه أمام جميع الصحابة إكراما لها، حتى جلست على ثوبه بأبه وأمه. انظر كيف هذا الفضل والتكريم. وهذا أيضا الذي قلناه أنه يؤخذ منه أنه لا يصح أن يقال أن هناك اختلاط محرم، الاختلاط بغير شهوة، لكن نحن نقول الزرائع في هذا الباب ينظر فيها من مقاصد الشريعة لا التأصيل العام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أرضعته أن يبسط لها ثوبه دلالة على تعظيمها ورعاية لحقوقها التي قد أدتها برضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام أصحاب الفضل، إذ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. ودائما إن رأيت المحسن تعلم من إحسانه، أنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. قال الشافعي كلاما من ذهب: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. لذلك لما دخل الأعرابي واستوى له الشافعي تعجب كل الطلبة، نعم الشافعي يفعل ذلك، من هذا ومن هذا؟ فأراد أن يزيل عنهم الدهشة، قال تعلمون من هذا؟ هذا الذي علمني بأن الشغار كالكلب يرفع رجله. فلما تعلم هذا جامعة اللغة كان الشافعي، فحفظ له ذلك وقال: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. نعم. الفوائد المستنبطة: وقائع الأحوال لا تعمم، يقاس عليها مثلها. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. تواضع النبي وكرمه.
بنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.